دكتور واصف أحمد كابلي من جملة عربية السعودية جدة، رئيس مجلس إدارة إذاعة أمل للاحتياجات الخاصة. الحقيقة إنه أنا عملت برنامج خاص سبق لي إنه هو وقف البشر على البشر، يعتمد على البشر وليس على الحاجات. كيف يعني؟ أنا عملت مؤسسة ورقة هي وقف مجلس وقفي على الورقة للسجل، من هذا السجل عملت مجلس وقفي يعتمد لا يعتمد على المباني والأعراض، لا يعتمد على البشر. كيف يعني على البشر؟ أنت كإنسان ربنا أكرمك بالصحة والعافية والنعمة وأحفادك وأولادك كلهم كويسين، عليك زكاة. زكاة المال بتدفعها الخلافات، زكاة الاستثمار بتدفعها للدولة، زكاة الصحة فيها عمل الخير المستدام. كيف يعني عمل الخير المستدام؟ أيا كان سواء مالي أو خدمي، يبدو خدمة للمجتمع كعلم كفهم كدكتور طبيب أو إنك أنت بتقدم خدمة عينية مية عقيق بس استدامة كل شهر كل سنة استدامة. هو ده الفكرة اللي هي بتقولي أنا عملتها الوقت المعتمد على البشر وليس على الحجر. شكرا لحضرتك، شكرا.